إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. إلهي، يا من بحمده تتم الصالحات وتفيض، ويا من بشكره تكثر النعم وتزيد، ويا من بفضله تتنزل الرحمات على العبيد، وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الرضا يا مانح الإحسان، وسجدت في جنح الدجى لك تائبا متضرعا يا واهب الغفران. أتلو كتابك يا عظيم تبتلا، فأرى شفاء الروح في القرآن، وألوذ في الأسحار يا رب الورى أرجو الوصول لساحة الديان. فارحم بفضلك يا كريم مذلتي، وامن علي بجنة الرضوان. نسألك يا ربنا عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. املأ فؤادك بالغرام لأحمد، فغرام أحمد رفعة وضياء. إن كان رب العالمين أحبه فالحب فيه فريضة ورضاء. فمحبة المختار نور قلوبنا، وبها تنار دروبنا الظلماء. شرف لقلبك أن يحب محمدا، فهو الطبيب وللقلوب دواء. يا عاشقين تمتعوا في حبه، صدق المحبة للقلوب صفاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لكم على هواء الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. نعيش مع القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي لازمه الإنسان، إذا لازمه الإنسان طول حياته واتخذ منه خليلا وسميرا، يتلوه حق تلاوته ويتفهم سوره وآياته ويتفقه جمله وكلماته،
أفاض عليه من الروحانية والهداية ما يجعله كبير العقل، صادق الرأي، نافذ البصيرة، رقيق الحس، صافي النفس، يأتي كل خير ويتجنب كل شر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش مع التجليات والنفحات، مع هذه التلاوة القرآنية العطرة. يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، يتلو علينا سور الأعلى والغاشية والفجر، نسأل الله عز وجل له التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا
قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية Yeah.
فيها سرر مرفوعة فلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن بسم الله الرحمن الرحيم
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فساد فصب عليهم ربك سوط إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون ولا تحاضون على طعام المسكين
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت لسور الأعلى والغاشية والفجر. ونحن في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، الذي ننقله لكم من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نرفع وكف الضراعة لله عز وجل مع مبتهلنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. لا إله إلا الله، سبح ربا جل علا، خلق الإنسان فسوى، ولتقدير الخير هدى، إن استمسك بكتاب
عليم الجهر وما أخفى كل الكون عباد الله وفي الغاشية متى فكتابه للناس خير دليل تمضي بنا الأيام مع صفحاته تحيا اقرأ لتسري في الجوانح نشوة كنسيم صبح نادر وعليل وتصفحي بين الكلام لعبارة من قصة تأتي بكل جميل ما أجمل النظرات في صفحاته ما أجمل البشرى بيوم رحيل إني قنعت بآي ربي كلها فالذكر حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي شفيعي يا حاضرة النبي محب للنبي
فلا تلمني محب للنبي سيدنا النبي فلا فمن ذاق الهوى ترك الملام فلو أني استطعت وقفت عمري سيدنا النبي فلو أني استطعت وقفت عليه ولم أبالحه المقام أنا في حبه جافيت جنبي سيدنا النبي وعيني لم تذق بعد لأهل الله عند اللغو شأن إذا مروا به مروا كراما حبيبي سيدنا النبي رأيت الناس تهوى كل وجه يرون له من الحسن اقتساما فكيف يكون حبي في رسول هو القمر سيدنا النبي فكيف يكون حبي في رسول هو القمر الذي بلغ التمام عليه صلاة ربي خير عبد لوجه الله قد صلى وصام به أتنفس الإيمان عطرا وألتمس الهدى مسكا ختاما الصلاة والسلام عليك يا جد القمرين يا جد النيرين يا حبيب روح يا دوى الجروح عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة مبتهلنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد عشنا معه الدعاء والتضرع لله عز وجل قبل الأذان نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم أيها الإخوة المؤمنون من أجل الأرحام التي أمرنا بصلتها والإحسان إليها
بعد الإحسان إلى الوالدين صلة الأخوة، الإخوة والأخوات. فالأخ ضعيف بنفسه قوي بأخيه، يحميه من صولة الصائلين واعتداء المعتدين. الأخ لأخيه يمين، وفي النائبات نعم المعين. ومن حقوق الأخ على أخيه إيصال النفع الدنيوي الذي به يصلح عيشه ويستقيم حاله. فإذا كان فقيرا أعطاه، أو مريضا داواه، أو ضعيفا قواه، أو عاجزا أعانه. حتى إنه يجوز للأخ الغني أن يدفع زكاة ماله لأخيه إن كان محتاجا، كما قال أهل العلم. أما حقوق الأخت على أخيها فهي أجل وأعظم، لأن الأنثى أضعف من الذكر، فأختك لحمك ودمك، شرفك وعرضك، فيها من الأم الحنان، وفيها من الأب الرحمة، فلها المحبة والاحترام. ولا يستقيم بأي حال في المجتمع المسلم أن تجد من يقطع أخته الشهور والسنوات، لا يزورها ولا يسأل عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. ليس من الشهامة ولا الرجولة أن تبيت أنت وأهل بيتك في هناء وأختك في أمس الحاجة، تعيش على تبرعات الجمعيات وصدقات الأقرباء. فالأخت هي الأم الثانية، وهي اليد الحانية، هي الصداقة الحميمة، وهي الذكريات القديمة. الأخت تحب أخاها وتتباهى به، تدافع عنه في غيبته، وتنصح له في حضرته. نجاحه نجاحها، ولم يمت أبوها من عندها أخ رحيم، ولا تشعر بالخوف من عندها أخ عظيم، ولا تشعر أبدا بالقلق من عندها أخ كريم. هو لها الفرح والسرور، تفديه بالمال والزوج والولد. وقد جاء في كتاب محاضرات الأدباء: قيل لامرأة أسر الحجاج زوجها وابنها وأخاها، اختاري واحدا منهم. فقالت: الزوج موجود، والابن مولود، والأخ مفقود، أي أن فقده لا يعوض، أختار الأخ. فقال الحجاج: عفوت عن جماعتهم لحسن كلامها. فأخوها هو عزها وفخرها، وهو حماها ونصرها. لمن تلجأ أيها الإخوة المؤمنون، لمن تلجأ بعد فقد أبيها إلا لسندها وأخيها؟ هي أحفظ للود والجميل، ويرضيها من الأخ القليل. وفقدها لأخيها هو الخطب الجليل، فنعم الأخ الذي لا ينسى أخته بإكرامها وودها والإحسان إليها، لأن الإحسان إليها إحسان للوالدين حتى ولو رحلا. فاللهم اجعلنا ممن يصلون أرحامهم، اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تجعلنا دائما يا ربنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومنه حتى إقامة الصلاة
نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما
ولسوف يرضى. ولسوف يرضى باسم استقيموا للصلاة يرحمني ويرحمكم الله. تحاذوا بالمناكب والأقدام وصلوا صلاة مودة، عسى الله أن يتقبل مني ومنكم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم ربنا من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القادر ونحن الأذلاء إليك، يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان
يا سلطان يا مستعان يا مستعان يا صاحب المن والبيان يا من خلقنا وسوانا يا من أطعمنا وسقانا يا من قربنا وأدنانا يا من عصمنا وكفانا يا من أماتنا وأحيانا حقق أمننا انصر جندنا وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما قارئنا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية مهندس جمال عبد الكريم الماحي وجلال عبد النبي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، حتى ضمنا لقاء إيماني قادم بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيت مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وزميلي رأفت موسى من استوديو البرنامج العام، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنفصل عن موجات البرنامج العام، وذلك مستمعين الكرام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، يوم الثلاثاء الثالث من شهر ذي القعدة لعام 1444 من الهجرة، الثالث والعشرين من شهر مايو لعام 2023 من الميلاد.